أما في إسبانيا فقد رفعت السلطات حالة الطوارئ التي فرضتها لاحتواء انتشار الفيروس، كما أعلنت الحكومة إعادة فتح حدودها أمام أغلب الدول الأوروبية في وقت حذر فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من خطورة عدم الالتزام بالتدابير الوقائية. وللاطلاع أكثر على تطورات كورونا في إسبانيا ينضم إلينا مراسلنا معاذ حامد من بلباو. أهلا وسهلا بك معاذ. يعني بعد فتح الحدود ورغم المخاوف، ما هي الخطة والإجراءات المرافقة للفتح؟ يعني في الحقيقة الآن الحكومة تريد أن تقوم بفتح الحدود لتسهيل عملية السياحة الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل الخطة الآن الموجودة هي الإبقاء على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، إضافة إلى إبقاء المدارس والجامعات والمعاهد مغلقة. لكن بعض المعاهد التي مثلا أعادت افتتاح أبوابها لتقديم الامتحانات مثلا أو لاستكمال الدروس المتبقية من الفصل الماضي، هو الحفاظ على القناع والحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب داخل الدروس الموجودة. إذن الخطة الحكومية يعني هي بمجملها تعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه وعي المواطن هنا في إسبانيا. في الحقيقة الحصيلة كانت ثقيلة طوال الفترة الماضية، يعني ما بين 14 من آذار والواحد والعشرين من حزيران الحالي هنالك ما يقارب أكثر من 28,000 حالة وفاة. مثلا يوم أمس خلال الساعات 24 الماضية هنالك 140 حالة إصابة جديدة في الوباء، إضافة إلى أن هنالك 7 حالات وفيات. الآن الحكومة لديها ملفين رئيسيين على جبهة كورونا، هنالك ملف داخلي في البرلمان لإعادة بناء إسبانيا، وهنالك ملف خارجي مع الاتحاد الأوروبي في الحصول على التمويل اللازم لتمويل هذه العملية. نعم إليك وعلا. طيب هلا في الأول من تموز سوف تفتح الحدود لجميع الجنسيات من جميع الدول في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي، هل هناك إجراءات معينة للسياح الأجانب؟ هل سيتم مثلا فرض حظر صحي؟ نعم، في الحقيقة مثلا يوم أمس عندما كنا على الحدود الفرنسية شاهدنا آلاف الفرنسيين الذين تدفقوا إلى إسبانيا، عدد منهم كان يرتدي الأقنعة وعدد كبير لم يرتدي الأقنعة. إسبانيا لن تقوم بعملية فرض للحجر الصحي على أي قادمين على إسبانيا في محاولة طبعا لإنقاذ الوضع الاقتصادي. كان هنالك شكوك أنه لن يأتي أحد إلى إسبانيا، لكن يعني بعدما شاهدنا يوم أمس يعني تدفق كبير من مختلف يعني بشكل رئيسي من الإسبان، لكن من الفرنسيين عفوا، لكن أيضا شاهدنا جنسيات أخرى قدمت عبر الحدود من فرنسا، إضافة إلى أن سياح قدموا من مقاطعات بعيدة وليس فقط من المقاطعات القريبة إلى إسبانيا. يعني يبدو أن إسبانيا قد تتمكن في النهاية من إنقاذ الموسم السياحي الذي يشكل أكثر من 12% من الناتج الإجمالي القومي الإسباني. طيب بالعودة إلى الوضع الاقتصادي والتجاري في البلاد بعد أشهر من الإقفال، كان هناك تفاؤل بإعادة النهوض اقتصاديا بأقل أضرار ممكنة، أخبرنا عن الخطة الاقتصادية لو سمحت. نعم، في الحقيقة حاليا يحاول رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الحصول على الدعم اللازم من الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء الاقتصاد الإسباني الذي تضرر بشكل شديد، وبسبب أيضا التقارير الأخيرة التي قال عنها البنك الإسباني المركزي من أنه قد تصل معدلات البطالة إلى أكثر من 25%، وهو عدد كبير جدا لم تشهده البلاد منذ كساد عام 2008 والانهيار المعروف في ذلك الوقت. وإسبانيا كانت أيضا تعاني حتى وقت قريب، حتى عام مضى، وبدأت بالنهوض اقتصاديا وجاءت أزمة وباء كورونا يعني تعمق من جراح الأزمة الاقتصادية. لكن يبدو أن إسبانيا تعاني في موضوع الاتحاد الأوروبي من موقف هولندا الرافض إلى منح قروض
غير مشروطة إلى إسبانيا، وتريد فرض شروط مشددة، وهو ما لا تريده إسبانيا، حيث أنه مثلا في عام 2008 حصلت على قروض بشروط مشددة عانت إسبانيا منها سابقا، ولا تريد إسبانيا إعادة ذلك النموذج مجددا. إسبانيا الآن هي تقوم بمثلا سنت قانونا جديدا للضمان الاجتماعي، وهو القانون الأول سيستفيد منه ما يقارب 2.5 مليون مواطن من الأسر المسحوقة والفقيرة، وبذلك يعني تحاول الارتقاء إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تقوم بتوفير الضمان الاجتماعي لمواطنيها. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي في بلباو إسبانيا معاذ حامد.